السلام عليكم. ما زال الحديث متواصل متواصل عن مشروع الحمام، ومن الأمور اللي يجب إن إحنا نتبعها عشان قطيع الحمام بتاعنا يبقى بصحة جيدة وينتج كويس، ألا وهي موضوع النظافة. لابد إن إحنا نقوم بكنيس وتنظيف مكان الحمام، سواء كان على مستوى المكان ككل، الأوضة أو العنبر بتاع الحمام أو البيت اللي الحمام أو العش اللي الحمام بيربط فيه ويطلع فيه الحمام، علشان يبقى الحمام بصحة جيدة ولا يصاب بالأمراض. فأسبوعيا نقوم بتنظيف وإزالة الزرق بتاع الحمام اللي هو البراز بتاعه، ورش الأعشاش بتاعته بأي مطهر آمن زي حاجة اسمها فيركون اس او التي اتش 4، دي كلها مطهرات امنة ممكن الحمام كمان يشرب منها وما تضرهوش خالص. وكمان من النظافة دهيت حتى نقضي على الحشرة اللي هي عاملة زي الدبانة الملطخة دهيت اللي دايما ملاصقة بجسم الحمام. دي الحشرة دي تمص الدم بتاع الحمام، فنجد ان الزغاليل مش باين عليها الأكل وكمان ناشفة، ونجد إن الحمام الكبير الريش بتاعه لو كانت أنواع من أنواع الغالية أو حمام الزينة، لنجد إن الريش بتاعه مخرم من هذه الحشرة. فلذلك يعني أوصيكم بالتطهير ومن النظافة الجيدة جدا حتى يعني يتم أو يستمر النجاح في هذا المشروع البسيط الجميل. ولو في أي استفسار إن شاء الله يعني